السلام عليكم، هلا والله فيكم، حياكم في مقطع جديد. معاكم اخوكم مبارك القحطاني، واليوم راح نلعب ريزيدنت ايفل 2 ريميك. طبعا ريزيدنت ايفل من السلاسل المفضلة عندي، وجدا جدا متحمس اني العب الريميك. ويلا خلينا نبدا. انا راح العب بكلير اول شيء، بعدين بلعب بليون. ف خلونا نلعب بالهاردكور. لا صعب، خلني على الستاندرد اول بعدين العب هاردكور. طبعا مثل ما قلت ريزنت ايفل هي من سلاسلي المفضلة، احب يعني كل اجزائها تقريبا ما عدا الخامس والسادس اللي كانوا اكشنيين نوعا ما. نشوف القصة. في اثنين يتكلمون. اوه برجر. Just listen, all right? She got closer and I got a good look at her. You had to see her eyes, her nose, her whole face. في اثنين في الراديو الظاهر يتكلمون عن واحدة. She looked like a corpse, like a walking corpse, man. عن جثة، يعني واحدة كأنها جثة. اللي هو زومبي يعني. قاعد يشغل يصلح الراديو وترك السيارة طالع الطريق. قدم واحدة غالبا زومبي هي. قامت وراه متعظة. كلير لبسنا لبس الجيشي. هذا مش لبس الاصلي، لبس الاصلي الاحمر، بس انا عشان ماخذ الديلوكس اديشن فجاء معها ملابس لبستها الجيشي. دخلت محطة. والله شيء حلو اني لما اغير ملابسها تتغير في الكاتسين. شيء مره ممتاز. اوه طيب نطالع يمين يسار، نمشي بالليفت نطالع بالرايت. طبعا خلينا نفتح الباب. تسأل إذا في أحد هنا. Hello? أوه نايس. أقدر أركض بإني أضغط L3. خلنا نشوف إذا في أحد هنا أو لا. مشكلة. ما عندي سلاح. عندي سلاح ولا شيء؟ ما عندي. اوه هذا الشرطي اللي قبل شوي كان في السيارة. ايش فيه؟ يأشر. يأشر داخل. ورا؟ لا طلع طريقي صحيح اصلا. اقدر التفت بسرعة؟ اوكي. اللي هو ورا بالمشي مع زر بي او مربع بالبلاي ستيشن. التفت بسرعة كذا احسن. فخلنا ندور. غالبا ورا ذا الباب.
Excuse me, is everything okay? Stay back, ma'am. I got this. أوه هذا الشرطي. شوت. Don't come any closer. أوه عندي سلاح عندي سلاح. موت يا شيخ. ما اقدر اقوم الشرطي. طيب اوه يتحرك كأنه كأنه تحرك. طيب خل 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 نركض خل نطلع برا. اوف باب تسكر. خلي شوف لي مخرج من هنا. من هنا لا. وين طيب؟ ورا هنا. هذا باب. يبغالي مفتاح. طيب عجل يبغالي طالع في الأرفف إذا موجود شيء. شرطي ما أقدر أخذ منه حاجة بعد. فخلنا ندور في الأرفف. هل مكان جينا؟ ما جيت هنا. هذا المفتاح. يس يس. هات. هنا. الحق ورا. مكانك. مكانك مكانك. خلص خلص خلص. افتح. انحش بسرعة. هذا ليون لبست انا اللبس هذا. برضه نزل لي في جاني مع الديلوكس اديشن. We gotta get out of here. You all right? Yeah. I think so. Thanks. You can thank me later when we're safe. Holy shit. واو. نحاش نحاش نحاش. Some answers at the police station. Wait, you're a cop? Yeah, Leon Kennedy. You are? Claire. Claire Redfield. Live around here? No. I'm looking for my brother. He's a cop too. Well. يقول أنت ساكنة هنا؟ تقول لا أدور أخوي هو شرطي. Raccoon City. اوه المقدمة. امشيها. طيب دام المقدمة شغالة خلونا نسولف لكم شوي عن ألعاب الرعب وليش ما أحب ألعاب الرعب. وش ما أحب ألعاب الرعب؟ أنا يمكن صغير أصلا زمان كنت يعني من ألعابي المفضلة أصلا ألعاب الرعب Resident Evil و Silent Hill.
لكن لما بديت اتقدم في العمر واكبر زياده صرت مو ما افضلها، مش ما احبها، ما افضلها، لان اغلب العاب صاروا الحين يسوون الرعب المبتذل او ادري الفجعات او شيء زي كذا، فعشان كذا صرت ابعد عنها كثير. هذا اعلان عن ال يعلنون ان في ملجأ الحين عشان الفيروس انتشر. الحين تكلموا عن ناجين، هي تقول ان يمكن ما في حد ناجي، وهو يقول لا اكيد ان مدينة كبيرة لازم يكون في ناجين. طريق مسكر فبنضطر نمشي. هي تقول له بنركض ما راح نمشي. يا ساتر. هذا راعي تريلا صار زومبي. يصدمهم. لا صدم جم. ياهم. الحين فصلت عن ليون. اي ستيشن؟ اي ستيشن؟ اي ستيشن؟ بمشي بس كذا اتوقع، اذا حصلت الطريق مفتوح بمشي. اتوقع طريقي صح. اوكي. مسكر مسكر. وخر انت. مسكرك المكان. هنا؟ حلو. achievement. في معي كشاف ولا شيء؟ طيب نرجع سفتنا. اقول لكم انه يعني صرت ما احب العب الرعب لان صارت نوعا ما مبتذله شوي، اللي الرعب السخيف اللي يفجعك بطريقه يعني ما تتوقعها بس عشان يرعبك، او بعض الالعاب اللي تكون ما عندك اسلحه او شيء تدافع عن نفسك بس تهرب وشيء زي كذا، ما صارت يعني مرة تجذب. يمكن آخر لعبة مؤخرا لعبتها هي برضو Resident Evil 7. فبس يعني الحين والحين قاعدين نلعب Resident Evil 2 Remake. وخدت رصاص، خلنا اشحن. والطابعة.
هذه الطابعة أول زمان كنا ناخذ الحبر الإنك ونخزن فيها، الحين أتوقع نخزن من غير حبر. يا دنيا زمان. طيب ايش عندنا هنا؟ في عندنا الكمبيوتر حق الشرطة RPD اتوقع، راكون بوليس ديبارتمنت اتوقع. قاعدة تشوف مين هذا؟ هذا ليون، هذا ليون. يقول لقى مخرج. يقول لها ارسلي لي دعم لك المكان. هذا ليون ولا واحد ثاني؟ ليش قالت this guy ما قالت ليون؟ طيب هذا الصندوق. اوه اعطوني مسدس لاني طالب شو اسمه الديلوكس اديشن. اوكي ما اقول لا اقدر كومباين اشحنه. لا اتوقع لها رصاص خاص. طيب خلنا نضغط سلكت الماب. يبغاني اروح هذه المنطقة واتش مانز روم. طيب هذا الباب مسكر، خلنا نشوف ايش يحتاج. هذا الباب في علاج. هات. ليش تسألني وين احطه يا اخي؟ حطه في مكان. اوكي. ما ينفتح ولا اقدر ادخل. لا اقدر. الخريطة أنا وين؟ ما دخلت ذاك الباب أشوفه. طيب خلنا نركض. فوكس كلير. فوكس. في هنا بريس روم. هنشوف بريس روم إيش فيها. علم امريكا. هذا علم مدري ايش. هذا ايش؟ اللمبات. اخيرا شيء انشاف. انت معك معه رصاص. واو واو شكرا شكرا. طيب ايش فيه؟ اكياس. طيب خلنا نروح الباثروم. ما اقدر اتخلى هنا مسكر قدامي. خليني اجي عند الايست اوفيس. هذا مسكر ولا اقدر ادخل. الا اقدر ادخل. حسبت الطريق مسكر خلاص ما اقدر امر. حلو حلو. في حمام وفي واتش رومز اللي بدخلها، بس خلينا نشوف الحمام اول. في شيء؟ يا ساتر يطفح. علاج. طيب خلينا نروح الواتش روم. ايش فيك؟ طيب بتصرخ. طيب بفتح بفتح. هو هنا ورا جراج. هذا اللي كان يأشر مش ليون. شوت. مع السلامة.
يا ساتر، مرة ما أتذكر ريزدنت إيفل كانت دموية بالشكل. طيب هذا الكتاب اللي معاه قاعد يرسم حاجة، أتوقع حل اللغز، مكتوب التمثال حق الإلهة، وفي مربع فيه 3 دوائر، أركبهم يفتح لي باب، أنزل تحت بأسانسير بعدين أطلع فوق عند الباركينج وأطلع. كل تمثال فيها كورة لازم أجيبها. أوكي، حلو واضح. يقول return to main hall، خلينا نرجع للقاعة الرئيسية. انحش 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 انحش، لا 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 لا، بغط لك رصاص. ما بغط لك رصاص، نرجع للمين هول بسرعة بسرعة. لا لا لا، وين المين هول؟ الف يسار. كل ده عشان ما بغط لك رصاص. اوه احتاج فيوز. ولا اقدر ادخل؟ اقدر ادخل ايه. بسرعة لا احد يعضني. لا ارفسيه. هذا مضروب مسكين. مارفن برانا. Thanks. Obviously someone taught you well. Yeah. I know how to take care of myself. Come on. قال له واضح ان في واحد يعني يعلمك كويس. قالت انا اعرف اعتني بنفسي. زين. So nobody knows what caused this? There's a lot of theories, but all I know for sure is that this place is crawling with zombies. Yeah, telling me. Hey, hey, keep that on, just in case. I'm not gonna be around long. Once I find Chris, we're out of here. Bloody hell, Daifa. You really Chris's sister? Yeah. Why? Did you find something? He's on vacation. Europe, I think. Left weeks ago. Vacation? That's great news. Well, I've got more for you. Looks like there might be a way out through this secret passageway. Good. Hey. Hey, we should probably get you to a hospital. Forget about me. I can take care of myself. No. Don't be ridiculous. You're gonna need some help. Listen, Claire. Save yourself. So you can see your brother again. Now. You probably need this. No, I'm not taking that. You're gonna. Shh. And be careful. If you see one of those things, no matter who they were, you can't hesitate. Take them out if you can. Or you run. طبعا اعطاني سكينه. كلير هي جايه تدور عن اخوها في المكان هذا، فاخوها اصلا شرطي، فقال لها ان اخوها ماخذ اجازه من كم من اسبوع ورايح لاوروبا يتمشى في اوروبا، فمش موجود هنا. فبس هنا اجيب الكور الثلاثه احطهم علشان نشغل اسانسير معين. اتوقع في اسانسير يشتغل ينزل لي على الباركينج. ف هنشوف الباب هذا اول شيء. الباب مسكر، اتوقع يبغى له مفتاح اللي هو سبيت، شكل السبيت.
بشكل الشجرة. طيب وين اروح؟ اطلع فوق اشوف. اوه هذا اول تمثال صح؟ هذا في كورة. اوه في اشكال. دقيقة وين الكتاب؟ هات الكتاب. الشكل هذا في اسد شجرة بعدين طير. اسد شجرة طير. حلو، هذينا اول ميدالية. خلني احطها في المكان اللي تحت علشان خلني ارجع المسدس اللي جاني مع الديلوكس عشان ما اعبي اماكني على الفاضي. شنطتي مليانة لانه. فانت روح ستور. المفتاح بحتاجه؟ هل بحتاج المفتاح؟ لاني استخدمته عليه صح. خلني مع خله معي شوي قبل ما اقطه في الصندوق. هنا ايش فيه؟ اوه شقه بالسكينه. حلو حلو، فتحنا طريق. طيب خلني اودي اللي طلعته اول شيء هذا واحطه هنا. يبقى لي اوه تحرك شيء. ينفتح الطريق اللي هنا. اوه شو اسمه، وانزل تحت. طيب طلقات. حلو، عندي الحين طلقات كفاية. اوه شجر. يزود دمي بعد. تعال هنا. هنا ايش فيه؟ ما اقدر اضغط عليه، ما اقدر اقراه. طيب خلونا نكمل. هنا ما في شيء فاضي صح؟ احس من الدرايش هذه بينقز علي زومبي الحين. اوه في راديو. اوتش. يا ساتر، واحد مشنوق. وشو؟ ما اقدر اسوي شيء عند الدريشة او الشباك. طح علي. طيب هنا في باب وواضح انه في علامة الشيريا، هذا اللي في ورق اللعب. ويبغى لي مفتاح شيريا هنا. خلنا نكمل. اوكي انا احس بيطلع لي الحين زومبي، متاكد 100%. وانا اركض هنا بيطب علي واحد. حركات ريزدنت ايفل المعتاده. في طريق قدامي مسكر، في باب يميني. هنشوف وش اللي مسكر. في شيء، في واحد جاء صح؟ والله اني قايل، والله اني قايل افتح الباب. سكر الباب. في كتاب هنا اقراه، بقرا بعدين. اوه الخريطة. حلو 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 حلو، فتحت الخريطة كلها حق الدور اللي انا فيه. نايس. اوه في طريق من هنا. طيب خلنا بشوف بس شيء قبل ما اروح. دخل علي، دخل علي وخر. روعني. ما توقعت بيجي. اوه هنا في زومبيز. طيب انا في الطريق هذا وراي
ما في شيء. خلينا نجي هنا بسرعة. في ميني باب وفي يسار بعد باب قدامي باب. خلينا نشوف اللي قدام أول. يا أخي زومبيز واجد. وش ذا؟ إيش في هنا؟ أوكي دوكيمنت أقرأ بعدين بقرأ. دوكيمنت بعد. في خزنة. اوهوهو خزنة. لازم اعرف الرقم. وخر 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 وخر. خلني اخذ العلاج العشبة الخضراء. عشقي بسرعة وخر. رميت علي السكينة. ايش يبي ذا؟ ايش يبي؟ شلون جا وراي؟ يا الله يا اخي ايش فيكم؟ كم واحد؟ دمي راح فيها. يا الله وخر. ما عاد ابغى افتح شيء. ما ابغى افتح خزنه ولا شيء خلاص. هنا. هنا نفس الباب اللي على المين هول اللي يبغى السبيت. طيب خلني في سيف روم. كان يقرا سيف روم. خلنا نروح سيف روم. طيب تعالوا هنا. تعالوا هنا. ايوه انت بعد الدب. تعال هناك ترى. وخر عني. كيف جاني؟ يا ساتر. ول 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 بدخل سيف اسمها سيف ديبوزيتروم. مسك الباب. ناقص ارقام هذي. يبغالي اجيب لها الرقمين. يا الله ايش تبون؟ ايش تبون؟ هنا ايش في؟ هنا يبغى كرت. يا الله يا الله. لازم اصير زومبي زيهم عشان ما يهاجموني. طيب خلينا نجي هنا. مسكر. طيب خلني اروح فوق. خليني اروح فوق. هذا بيدخل عليه اكيد 100% بدون شك. طيب في غرفة هنا. هنا احتاج المفتاح عشان اسكر الحنفية. هنا ارقام حروف. بسم الله. انا اشتري سلاحي. ما في شيء اقرا هنا يعطيني الهنت حق المفتاح. حلو. بورتابل سيف. ايش قصدهم؟
افتحها كل ما اضغط زر اذا كانت صح ينور اخضر ويكمل اخضر. لا اوكي نايس نايس فتحتها. ايش في داخل؟ لقيت الزر واحد من الزرار. اوكي طيب خلني اخذ علاج لان ولا خليه يصير احمر لان هذا يعبي كامل. طيب خلنا وين اروح وين اروح وين اروح؟ كمل فوق. كمل فوق ولا ابغى علاج؟ هذا الاحمر اتوقع حق السم. اتوقع ما اتذكر والله انه كان حق السم او لا. يا الله طيح. طيب شكرا. بسرعة. طيب هنا ايش في؟ في تمثال. لقيت المفتاح. اوكي المفتاح اللي شكل سبيت. حلو الحين تعبت اغراضي. ادخل مع الباب. ما عندي خريطة هنا مشكلة، ما اشوف ايش في قدامي. يا ساتر اكثر زومبيز هنا. في باب يساري. واي ار بي. خلينا نشوف الفايلز. ايش يقول يشوف الفايلز؟ في شيء؟ في هنا في لغز. لان الهنت مكانه غريب. جان باودر. مشكلة ما عندي مكان. ما عندي مكان اخذ ايتمز خلاص. قل. يا ساتر ايش ذا؟ الحين شيئين ما اقدر اخذهم. طيب خليني اخذ علاج. حلو. تالنت. اكيد بحتاجه. ما ادري هل اقدر ارمي شيء؟ مش انت مثلا ارمي مفتاح ولا ارمي العلاج؟ خليني ارميه. خليني اخذ الجن باودر. طيب طبعا هو يقول لي اذا رميتها ما عاد تقدر تاخذها. مع اني اتذكر احد اجزاء ريزنت ايفل تقدر تحطها في الارض وبعدين تجي تاخذها مره ثانيه او يمكن كلهم حتى. طيب هنا في شيء. ستورج روم. اوكي في دوكيمنت اقرا بعدين. وفي ايش هذا؟ شنطه للفخذ. شكرا. شكرا. فتحت لي مكانين زيادة. هذا ايش فيه؟ هذه قنبلة سي 4. ما اقدر استعمل عليها ولا شيء. طيب هنا في سي 4. هنا ايش فيه؟ رصاص يا حبيبي. جميل جميل. طيب الحين ضعت انا ما ادري وين اروح الزبده. فكل شيء بشوفه بكمل قدام قدام قدام. يقول لها تعالي. طحت. لا 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 ارجع 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 ارجع. في طريق الرجع؟ اي في طريق. ف ما اقدر اكمل قدام. خلني ارجع طيب. وخلني اروح افتح الباب اللي ابغى مفتاح سبيت.
طيب بعد انزل تحت. في وجهات. لا وخر وخر. ما جاني، ما توقعت. المفروض اني اتوقع بس انه ما توقعت. وخر وخر وخر. افتح الباب. استخدم المفتاح. ايوه حلو. There you are. Come here. What is it? Take a look. Oh my god, he made it. You know him? Yeah. Ah, Leon. It's Leon. Kennedy, I think. Oh, the rookie. Thought he looked familiar. You can make it to that courtyard, the second floor, east side. Okay. Thanks, Marvin. I'm on it. اتوقع هنا راح اوقف، كفايه كذا لليوم. فبس يا شباب، اتمنى يكون عجبكم المقطع. اذا عجبكم لا تنسون زر اللايك، تشتركون في القناه اذا ما كنتم مشتركين، وتفعلون جرس التنبيهات وتنشرون المقطع في كل مكان. في هذا المقطع الحين لعبنا بدايه ريزنت ايفل، جبنا بعض الايتمز، فتحنا بعض البيبان. فان شاء الله راح اكمل في المقطع القادم. نشوفكم ان شاء الله في مقطع جديد في امان الله.